كمان طبعا. منها محمد صلاح بيحرز هدف من ضربة جزاء زي ما انت بتقول. محمد صلاح بيكسر كل الارقام القياسيه. محمد صلاح يعني كمان زي ما بقول لك هو شغال في المكنه مع يورجن كلوب، موجود صحيح. بشكل كبير جدا. الاسيستات، بيعمل اهداف، وان شاء الله زي كلنا نتمنى ان شاء الله نكون هداف البريمير ليج السنه دي اللي كان يسحقها بصراحه السنه اللي فاتت، لكن يمكن راحت لهاري كين. رايك ايه برضو في محمد صلاح وارقامه في المباراه؟ لا طبعا، هو بالنسبه لارقامه هو طبعا زي ما قلت لحضرتك بقى له خلاص 5 اهداف ويتخطى رقم دروجبا عشان يبقى اكتر لاعب افريقي مسجل في بريمير ليج. يمكن 14 مباراه 14 ضربه جزاء على التوالي، ده بياكد حاجه، يمكن احد لاعبي تشيلسي حاول ياثر عليه نفسيا واثناء تنفيذ الضربه. لكن طبعا كم خبرات صلاح اللي خدها في الفتره الاخيره سواء مع منتخب مصر، ويمكن تسجيله لضربه الجزاء الشهيره في ملاوي في لاهلتنا المونديال 2018، زائد المباريات الحاسمه والحساسه مع ليفربول سواء في الدوري الانجليزي او حتى في نهائي البريمير ليج، عفوا الشامبيونز ليج لما سجل في توتنهام ضربه جزاء، ده خلاه عنده بقى عنده زخم او خبرات كبيره جدا بتاهله بشكل اكبر للقادم افضل. كمان ليفربول عامه السنه دي يختلف تماما عن السنه اللي فاتت. طيب. السنه اللي فاتت كان ضارب غطس بالمعنى البلدي، يعني فريق من بطل الدوري الانجليزي والشامبيونز ليج، وبعدين بيخسر مباريات غريبه وعلى ارضه، كم اصابات رهيب. قوه وبتدي فاليو اكتر لمحمد صلاح، ان بالرغم ان ليفربول السنه اللي فاتت ايوه بالظبط على المستوى الفني ما كانش خالص كان ضايع، لكن بقى صلاح هو الحد اللي ما هو دي قيمة النجم، المحطات الاخيره هداف البريمير ليج، دي قيمة النجم. يعني اليوفنتوس السنه اللي فاتت مثلا، يعني هنروح بعيد شويه يعني مثلا ما خدش الدوري وكان بعيد حتى على المنافسه، ولكن ظل كريستيانو رونالدو نجم النجوم. لما راح السنه دي من فريق اليوفنتوس قال يعني اثر عليه كتير، يعني ما هو هي دي قيمة النجم. ميسي صحيح. اثر كتير على غياب، اثر اصلا على الدوري الاسباني كله مش على برشلونه بس. فبالتالي محمد صلاح هو قيمته محفوظه، يعني يمكن طبعا لمسافات قصيره او لفترات قليله خلاص خدها هاري كين، وبكل امانه كان يستحق هاري كين طبعا في حته ثانيه طبعا. مش عايز اي أكيد. مش عايز كلام يعني، لكن بس. طبعا تبقى ارقام محمد صلاح دايما بنتابع محمد صلاح، ومش احنا بس، حتى على مستوى الاحصائيات، على مستوى البريمير ليج، على مستوى العالم، محمد صلاح يعني ارقامه معانا. طبعا ده اللعب بالوقت الاضافي، يعني بالوقت الاضافي 100 دقيقه، اهداف، هدف، صناعه الفرص، ده معدل اعتقد لا باس به، عامل ثلاث يعني صناعه للفرص 3، التصويب على المرمى 2، الاثنين ما بين القائم والعارضه، تمريرات 43 منهم 38 تمريره صحيحه. برضو خلي بالك الارقام دي بتفرق على البوزيشن، محمد صلاح بيلعب تحت ضغط كبير جدا لما يكون نسبه التمريرات 88%، ده رقم هايل بالظبط طبعا. فارقام كلها بتدل ان محمد صلاح كمان السنه دي ان شاء الله في تحدي مع نفسه كمان الموسم ده، بعكس الموسم اللي فات والناس كانت قالت انه هيمشي، وحتى تغريده رامي عباس لما قال ليتهم يعلمون، قصده على التجديد يعني والعقد. مش عايز كلام، محمد صلاح برده في حته ثانيه، ايقونه بصراحه ليفربول، ده مش تحيز، دي الحقيقه. واعتقد لما يجي كمان كريستيانو رونالدو يبتدي يلعب، ولوكاكو كمان لما ينشط اكتر يعني مع المباريات لما تيجي، وهاري كين لا هي احنا هنشوف، خلي بالك لسه في الجوله الثالثه لسه بالزبط. يعني ما هو جاي ده يتشاف من الدور التمهيدي، الدور الانجليزي لو ليه دور تمهيدي بصراحه، ده يتشاف من الدور التمهيدي. عشان كده احنا بصراحه على موعد مع المتعه الجماعيه بالفرق، وبصراحه مع النجوم اللي صحيح. في الدور الانجليزي. واحنا بنعرض معاك جدول الترتيب بعد الجوله الثالثه، هنقف عند توتنهام الفريق الوحيد من يعني خلينا نقول الحاصل على العلامة الكاملة، 3 نقاط بتسع، 3 مباريات بتسع نقاط. برضو شايف الانطلاقه دي ازاي؟ لا هو بكل امانه نونو سانتوس محظوظ، يعني محظوظ لانه هو يعني كسب الثلاثه طبعا، هو ما منكرش انه فاز على سيتي في اول مباراه، لكن في اول 3 مباريات يعني الجدول ربما يكون خادع نوعا ما. احنا من رؤيتنا لكل المباريات اقوى فريق بصراحه تشيلسي، واللي معاه ليفربول والسيتي هيعاني، يعني عنده شويه مشاكل، لكن ما اعتقدش هياخد الدور السنه دي. لكن توتنهام لسه يعني بدري لسه بدري الكلام ده، لسه بدري شويه. لكن توتنهام يمكن الحسن اللي عملها ان هو قدر يحافظ على هاري كين امام اغراءات سيتي اللي كان وصلت لمين 100 مليون استرليني، وخلاص كان قاب قوسين ان هو يتنقل. ودي بالمناسبه اللي اثرت على سيتي، ان هو خسر كون اجويرو لما راح لبرشلونه، خسر صفقه زي بتاع هاري كين كانت تفرق معاه جدا، وخسر طبعا مؤخرا صفقه كريستيانو رونالدو. الثلاث حاجات دول اثرت على سيتي، اللي هو ما عملش يمكن غير جريليش، او اللي هو ممكن
يعني مش هيكون اضافه قوي يعني يعني طيب. لكن توتنهام انا شايفه مع الوقت مش ده المستوى الحقيقي. المستوى الحقيقي انا شايف ان تشيلسي هيكون في القمه هو وليفربول بقى اللي ند بند، ولا نستبعد ديربي مانشستر. احنا مع بعض في الدوري الانجليزي لسه طويل هنشوف. طبعا.